يمكن اللي تابعناه في هذا الفيديو بيترجم إنجاز عظيم تحقق في مدينة العلمين الجديدة بسواعد المصريين وخلال وقت قياسي. وشارك في تنفيذ هذا الإنجاز شركات القطاع الخاص، سواء من خلال العمل في مجال المقاولات أو في مجال التطوير والتسويق العقاري. التطور العمراني اللي تحقق بمدينة العلمين الجديدة وأثار إعجاب العالم أجمع، قادته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللي نجحت في وضع مخطط عالمي للمدينة يراعي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان ويشجع المواطنين على الإقامة الدائمة طوال العام. والحقيقة أنه استكملت دورها بتنفيذ والإشراف على إدارة كبرى المشروعات في المدينة لتصبح جاهزة للسكن. خلينا نتعرف على مزيد من التفاصيل عن خطط وزارة الإسكان لمدينة العلمين الجديدة، وندعو السيد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، اهلا بحضرتك. الساده الحضور الكرام، اهلا بحضراتكم جميعا. حقيقه يسعدني ويشرفني انا وفريق العمل من وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده النهارده ان احنا ننظم هذا الحفل، حفل تسليم اول مجموعه من الوحدات السكنيه كمرحله اولى داخل مدينه العلمين الجديده، المدينه اللي احنا بنعتز بيها جميعا الحقيقه، ويمكن هي على قائمه اولويات الدوله المصريه ووزارة الإسكان تحديدا خلال هذه المرحلة. اسمحوا لي يعني مع الاحتفالية الجميلة دي فرصة ان احنا نعرض على حضراتكم يعني رؤيتنا تحديدا خلال الفترة الجاية فيما يخص تنمية الساحل الشمالي الغربي بصفة عامة. وطبعا النهاردة بيجي معانا موضوع تسليم الوحدات كأحد الأهداف الاستراتيجية اللي احنا بننتهجها لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، اللي هي القضية الرئيسية بتاعته طبعا فكرة ان الساحل هو ساحل موسمي فقط خلال اشهر الصيف. والحقيقة يمكن طبعا احنا استهدافنا لتنمية الساحل الشمالي الغربي انه يبقى على مدار العام كله بالكامل، لذلك فكرنا في الاقطاب التنموية زي مدينة العلمين الجديدة تكون احد اهم المدن اللي نستقطب بها استثمارات كبيرة جدا، بالاضافة الى فرص تخلي طبعا مدينة العلمين والساحل الشمالي الغربي طول العام بيشغل بنسبة إشغال كبيرة جدا من المستهدفين والرواد تحديدا لهذه المنطقة. طبعا احنا لو جينا كلمنا طبعا ايه هي المقومات الرئيسية لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، طبعا احنا عندنا نطاق الساحل الشمالي والظهير بتاعه لغاية منخفض القطارة ومنطقة الواحات بيمثل حوالي 22% من مساحة جمهورية مصر العربية، وبنستهدف باستيعاب حوالي 7 مليون نسمة تقريبا و2 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى استهداف حوالي 25 مليون سائح. وطبعا في تنوع كبير جدا يعني نمط السياحة، احنا بنتكلم على السياحة الشاطئية، بنتكلم على سياحة ريفية بالظهير الزراعي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، أيضا بنتكلم على سياحة السفاري بالمناطق الصحراوية والواحات تحديدا. وطبعا احنا بنتكلم على يعني زيادة مستهدفة تقدر بحوالي 7% في الناتج المحلي الإجمالي اثناء تطوير هذه المنطقه وعند اكتمال تطوير هذه المنطقه، بالاضافه الحقيقه لبعد كبير جدا وهام هو البعد الامني، لان طبعا يعتبر منطقه الساحل الشمالي الغربي هي البوابه الغربيه لجمهوريه مصر العربيه. طبعا لو جينا بصينا على المخطط الاستراتيجي القومي للتنميه العمرانيه داخل جمهوريه مصر العربيه هنلاقي ان احنا عندنا منطقه الساحل الشمالي الغربي بالاضافه ليه طبعا منطقه منخفض القطاره واللي هي بتمثل حوالي 22% من المساحه الاجماليه لجمهوريه مصر العربيه، وهي احد المناطق الهامه اللي احنا مستهدفينها في التنميه زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، وده بيوضح ال 15 منطقه كلهم اللي ضمن المخطط الاستراتيجي للتنميه العمرانيه داخل جمهوريه مصر العربيه. طبعا احنا يمكن عندنا ايضا التنمية العمرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي وبالتحديد منطقة العلمين بدأت في عام 2014 بأعمال تطهير المنطقة دي من الألغام. لو تتذكروا حضراتكم طبعا ان المنطقة دي كلها كانت عبارة عن حقل او حقول ألغام تحديدا نتيجة الحرب العالمية الثانية، وانتهينا من هذه الأعمال في منتصف عام 2016 وبدأ معاها تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة واللي احنا يعني مكملين فيها طبعا إلى 2024،
وايضا بقت يعني ادتنا فرصه كبيره جدا ان احنا طبعا يبقى في عندنا اقطاب تنمويه اخرى من خلال القطاع الخاص زي مدينه راس الحكمه، ودي احنا بنعتبرها مرحله جني الاستثمارات. يعني الدوله المصريه الحقيقه ضخت العديد من الاستثمارات في هذه المنطقه، واحنا حاليا دلوقتي في مرحله جني هذه الاستثمارات بمشروعات القطاع الخاص، وابرزها طبعا مشروع راس الحكمه، وايضا المشروعات اللي في منطقه غرب الضبعه او الضبعه تحديدا. ده طبعا شارت بيوضح المراحل نفسها بتاعه التنميه، هو الكليكر بس للاسف الريسبونس بتاعه بطيء شويه. لو ممكن نقلب من اللاب يبقى اسرع. طيب احنا طبعا بعد ما اتكلمنا على الرؤيه العامه فيما يخص تنميه الساحل الشمالي الغربي، هنتكلم عن مدينه العالمين الجديده واللي بدانا فيها بنهايه عام 2016. طبعا مدينه العالمين الجديده بتقام على مساحه 48,000 فدان، وبنستهدف 1,600,000 نسمه. وطبعا يمكن المرحله الاولى ك 14,500 فدان، طبعا يعني في حجم استثمارات دلوقتي حتى تاريخه حوالي 240 مليار جنيه ما بين الاستثمارات الحكوميه واستثمارات القطاع الخاص من خلال 126 مشروع تحديدا. طبعا عندنا مجموعه من المشروعات اللي بيتم تنفيذها داخل مدينه العالمين، ابرزها الملمح الرئيسي واللاند مارك بتاع المدينه هي مجموعه الابراج الشاطئيه. احنا عندنا 23 برج شاطئي باجمالي حوالي 9148 وحده، بالاضافه لمجموعه الابراج اللي موجوده هي ابراج الداون تاون الموجوده جنوب الطريق الدولي الساحلي، خمس ابراج بتقدم 2630 وحده سكنيه. ان شاء الله مستهدفين ان احنا كمرحله اولى ننتهي من تنفيذ المرحلة الأولى من البحيرة وتشغيل جزء من هذا المشروع بنهاية الصيف القادم بأمر الله تعالى. طبعا معانا أيضا مجموعة من المشروعات الأخرى بتمثل حوالي 40,000 وحدة سكنية، مشروعات الإسكان المتوسط، احنا بنتكلم وفوق المتوسط. عندنا مشروع سكن كل المصريين، الحقيقة ده أحد المشروعات اللي هي بتقدم نموذج لمشروع سكن كل المصريين بمحوره المتوسط تحديدا داخل المدينة. احنا عندنا حوالي 8,000 وحدة سكنية، بالإضافة طبعا المشروعات اللي هي السكنية الأخرى اللي بتقدم أو بتخاطب الشرائح الأعلى، شرائح فوق المتوسط والإسكان الفاخر زي مشروع الحي اللاتيني ومشروع الداون تاون، مشروع مزارين وغيرها من هذه المشروعات. ده طبعا نموذج للمشروع الحي اللاتيني تحديدا بالنمط الميديتيريان المميز. دي مشروعات سكن كل المصريين، الإسكان المتوسط والاجتماعي، ده الإسكان المميز ذو الطابع الساحلي. أيضا مش مجرد بس الوحدات السكنية، احنا بنقدم مشروعات متكاملة الخدمات سواء داخل المناطق السكنية أو المشروعات الترفيهية والخدمية زي مشروع المول نورث سكوير اللي احنا حاليا فيه دلوقتي. طبعا ده أحد المشروعات التجارية والترفيهية الهامة بالنسبة لنا، واللي نسبة إشغاله دلوقتي حوالي 60%، ومستهدفين إن شاء الله إن احنا نزود النسبة دي في الفترة الجاية. عندنا المنطقة التراثية برضو، والحقيقة يمكن فيها مجموعة من الفعاليات اللي بتتم حاليا دلوقتي على المسرح الروماني من خلال الحقيقة مهرجان العالم عالمين، وفرصة إن احنا بنشكر كل القائمين والمشتركين والمنظمين لهذا المهرجان. عندنا طبعا دور السينما اللي اشتغلت برضو الحمد لله خلال الفترة الأخيرة. طبعا الخطة الاستراتيجية بقى اللي احنا الحقيقة يمكن فكرنا فيها عشان نخلي مدينة العالمين هي مدينة طول العام، ونجذب الحقيقة العديد من الاستثمارات داخل هذه المدينة واللي بيها يحصل تنمية عمرانية كاملة. حطينا مجموعة من الإجراءات اللي احنا اشتغلنا عليها خلال الفترة الوجيزة دي، يمكن خلال الشهر الماضي. طبعا كنا مستهدفين تشغيل العديد من الانشطه التجاريه، وزي زي نورث سكوير وزياره طبعا الاشغال اللي فيه، الانشطه اللي هي موجوده داخل المدينه التراثيه، الفعاليات بتاعت مهرجان العالمين كله بالكامل، الخدمات الاقليميه زي الجامعات برضو. احنا عندنا جامعتين موجودين طبعا، جامعه العالمين الاهليه والاكاديميه العربيه، وللحقيقه يمكن في دفعه هيتم تخريجها ان شاء الله اول دفعه العام القادم، ودي طبعا فرصه الحقيقه كبيره جدا. استهدفنا برضو المنطقه الصناعيه وان احنا نحقق نسبه مبيعات كبيره جدا في المنطقه الصناعيه وصلت ل 50%، واحنا مستمرين ان شاء الله، واحنا شايفين طبعا بوجود مناطق صناعيه، وطبعا احنا اخترنا الانشطه بعنايه بحيث انها ما تكونش ملوثه للبيئه، بالاضافه طبعا لتسليم حاجزي الوحدات السكنيه. احنا شايفين ده برضو يعني احد المحاور الهامه اللي بيها يبقى في اقامه كامله طوال العام.
وطبعا الخطه المستقبليه ان شاء الله ان احنا بنهايه الصيف القادم هنكون انتهينا من تسليم كل الوحدات المباعه بالكامل، وهنبقى كمان مغطيين بنسبه اكبر. هنتوسع بشكل كبير جدا في تشغيل الانشطه الصناعيه واللوجستيه. احنا بنوفر كل دلوقتي المقومات الحقيقه للمصنعين بحيث ان هم ينتهوا سريعا من تشغيل المصانع، واللي دورها طبعا هتجذب مقرات اداريه وفي مناطق المال والاعمال اللي موجوده معانا طبعا داخل المدينه. طبعا التوسع ايضا في الجامعات، احنا عندنا برضو في جامعات تم تخصيصها وتحت الانشاء، ودي برضو احد عوامل الجذب الهامه داخل المدينه. طبعا الشواطئ، ويمكن بالمناسبه دي اسمحوا لي ان احنا طبعا يعني بنطمن الساده الملاك والحاجزين معانا في مشروعاتنا المختلفه ان احنا ان شاء الله الصيف القادم هيبقى فيه شواطئ خاصه بالتنسيق مع الشركات المشغله، وده طبعا بيجي حقيقه من يعني في اطار حرصنا الشديد على ان احنا نوفر خصوصيه لكل الملاك الوحدات معانا في وزاره الاسكان. طبعا مجموعه الانشطه طبعا الثقافيه زي ما اتكلمنا، ده المدينه التراثيه المسرح الروماني تحديدا. انا بعتذر مره اخرى بس الكليكر الحقيقه الريسبونس بتاعه بطيء جدا. طبعا دور السينما، ويمكن معالي دوله رئيس الوزراء سيادتك في تفقدك للمدينه التراثيه الحقيقه شرفتنا بزياره الموقع هنا. طبعا ده النورث سكوير. طبعا الجامعات، واحنا مستهدفين 35,000 طالب عندنا حاليا يا فندم، دلوقتي 8,000 طالب في الجامعات بالفعل اللي شغاله، وزي ما قلنا هيبقى في تخرج لاول دفعه ان شاء الله العام القادم. ده طبعا قاعات المحاضرات، المنطقه الصناعيه واحنا اتكلمنا عليها، انا مش يعني مش عايز اسهب في الحديث عشان برضو الحقيقه المكان اوبن والشمس يعني ممكن تكون مأثره بشكل سلبي على الحضور الكرام. طبعا خطة التسليم، ودي أهم من نقاط الحقيقة المهمة، احنا عندنا النهاردة 1238 وحدة مختلفة سواء في الأبراج الشاطئية، واحنا في الأبراج ابتدينا بسناجنج مع السادة العملاء، ومع تلافي السناجنج هنحدد لهم الموعد النهائي للتسليم، لكن الحي اللاتيني بالفعل احنا النهاردة معانا تسليم محاضر بوحدات بمفاتيحها كي تيرن، واحنا نزلنا كمان الشركات المشغلة واللي هتقدم خدمات الاف ام بالكامل للمشروع. ايضا في مزارين عندنا مجموعه من الفيلات والشاليهات والوحدات ايضا السكنيه اللي داخله معانا، بخلاف طبعا احنا كان في عندنا قبل كده سابقا في مشروع سكن كل المصريين حوالي 3600 وحده كان تم تسليمهم، وايضا كان جزء بسيط في مشروع الداون تاون. وان شاء الله احنا مستهدفين الخطه بقى اللي احنا الموضوعه من قبل الوزاره بنهو تسليم كافه الوحدات بالكامل حتى الصيف القادم. يعني انا بحاول اقلب السلايد بتاعت التسليمات، لكن هي ان شاء الله احنا هننتهي من تسليم كل الوحدات وفقا لهذه الخطه. احنا عندنا 11,549 وحده متخصص منهم 8,000 المتبقين معانا في التسليمات، دول هننتهي منهم ان شاء الله قبل الصيف القادم، بالاضافه برضو للمجموعه الوحدات ال 2000 وحده في مشروع سكن كل المصريين. بشكر حضراتكم مره ثانيه، وبشكر كل القائمين على تنظيم هذه الاحتفاليه وعلى حجم الانجاز الكبير جدا على مدار السنين اللي فاتت بدءا من تنفيذ المدينه. خالص تحياتي وتقديري لحضراتكم.